أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إن أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام
عليك سأستغفر لك ربي. إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. وكلاً جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. و
واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Demikian tadi alunan ayat-ayat suci Kalamullah yang telah disampaikan oleh peserta dari negeri Kelantan, iaitu Encik Abdullah Fahmi bin Cik Nur alias Syukri. Saudara, daripada ayat-ayat yang dibacakan sebentar tadi, marilah kita mengambil contoh kebaikan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melayani bapanya yang masih belum beriman ataupun kafir. Nabi Ibrahim AS sentiasa memanggil bapanya dengan panggilan yang mulia dan sentiasa menasihati serta berdakwah dengan penuh kasih sayang. Ini membuktikan, saudara, bahawa Islam tidak pernah memisahkan hubungan kekeluargaan sekalipun ada di antara ahli keluarga yang belum Islam ataupun bukan Islam. Oleh itu, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa dan ahli keluarga kerana ia adalah tuntutan agama.